السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي، حابب أوضح لقناتنا بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، فريد تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب، بالنسبة لمنحة النهاردة، هي منحة مميزة جدا ومنحة فريدة من نوعها وجديدة، يعني حصريا لأول مرة في خلال هذه السنة بتعرض هذه المنحة، تمام؟ طيب، المنحة دي هتكون في دولة إيه؟ المنحة دي هتكون في دولة تركيا، يعني هيتم الدراسة في دولة تركيا. طيب، مين الجهة المانحة اللي بتقدم هذه المنحة؟ الجهة المانحة، وزي ما قلت، لأن المنحة دي لأول مرة، فهي بتكون بالتعاون ما بين يعني جهتين. الجهة الأولى هي البنك الإسلامي، والبنك الإسلامي ده هو طبعا بنك مساهم فيه عدة دول، وده بيوفر يعني فرص كتير للشباب، ومن ضمنها ان هو كمان بيوفر منح دراسيه للدراسه في الخارج. والبنك الاسلامي قام بالتعاون مع اداره المنحه التركيه او مع الحكومه التركيه، بحيث ان الدمج ده ينتج عنه منحه دراسيه لمساعده الطلاب الدوليين. تمام كده؟ طيب، بالنسبه للدول المتاحه للتقديم في المنحه دي، هي الدول الاعضاء، تمام، دول اعضاء البنك الاسلامي، وخصيصا الدول العالم الاسلامي، تمام، يعني كل الدول تعتبر من كل الدول العربيه متاح ليها التقديم، تمام كده. طيب، بالنسبه للمرحله الدراسيه الموجهه ليها المنحه دي، عندنا المنحه دي موجهه لكل المراحل الدراسيه، سواء انت عايز تدرس بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، بتقدر تقدم على المنحه دي بكل سهوله، مفيش اي مشكله خالص، تمام كده. طيب، ركز بقى معايا، بالنسبه للتمويل المقدم من المنحه دي، صراحه تمويل خرافي. ليه؟ لان المنحه دي مموله بالكامل. اول حاجه بتشمل لك الرسوم الدراسيه كامله بالمجان، انت مش تدفع اي تكاليف خالص للدراسه، تمام كده. تاني حاجه، بيكون في راتب شهري بيتم اعطاه ليك. الراتب الشهري ده بيختلف على حسب المرحله الدراسيه. لو انت هتدرس بكالوريوس بيتم اعطاك 1800 ليره تركيه، لو انت تدرس ماجستير بيتم اعطاك 2200 ليره تركيه، لو انت هتدرس دكتوراه بيتم اعطاك 2600 ليره تركيه. يبقى انت كمان معاك الدراسه مجانا، معاك الراتب الشهري، وكمان معاك السكن الجامعي متاح، ووجبات الطعام كمان، تمام كده. كمان تذاكر الطيران من بلدك الى تركيا متاحه ليك بالمجان، مش هتدفع اي تكاليف خالص. بالاضافه كمان للتامين الصحي في حاله لا قدر الله حدوث مرض او حادث، بيكون تكاليف العلاج على حساب المنحه، تمام كده. طيب، بالاضافه كمان الميزه الجميله جدا في المنحه دي، وهي انها بتوفر لك سنه لغه تحضيريه لدراسه اللغه التركيه، لان في ناس كتيره يعني معاها شهادات لغه انجليزيه، فالمنحه دي بتوفر لك انك تاخد السنه الاولى تحضيري لدراسه اللغه التركيه، ثم بعد ذلك بتدرس تخصصك باللغه التركيه، تمام. طيب، بالاضافه كمان ان الاقامه في تركيا، تكاليف الاقامه بتكون على حساب المنحه. بالنسبه للتخصصات المتاحه في المنحه دي، هما صراحة لسه ما اعلنوش عن التخصصات يعني بشكل واضح، ولكن ممكن نقول ان التخصصات اللي بتقدمها جامعات تركية هتكون متاحة، زي التخصصات الطبية، الطب البشري، طب الاسنان، الصيدلة، الهندسة، الحقوق، الادارة، التربية. تقدر تقول حاليا ان كل التخصصات ان شاء الله هتكون متاحة، لان هيكون مشارك في المنحة دي معظم جامعات تركيا، تمام كده. طيب، عندنا بعض الملاحظات في المنحة دي، ان المنحة دي حاليا هما ما اعلنوش عن يعني حد اقصى للعمر. ممكن ده يكون فيما بعد يعلنوا عن الحد الاقصى للعمر، ولكن حاليا متاح التقديم لجميع الاعمار. متاح كمان اذا كنت انت في اخر سنه من يعني المؤهل الدراسي الحالي، تقدر تقدم عادي جدا بشهاده السنه اللي قبلها، تمام. طيب، بالنسبه بقى للاوراق المطلوبه في المنحه دي، هي اوراق بسيطه مش معقده. مطلوب منك صوره جواز السفر بتاعك او بطاقة الهوية أو البطاقة الشخصية زي ما بتسمى، تمام. مطلوب آخر مؤهل دراسي حصلت عليه، ولو أنت في آخر سنة بتجيب شهادة السنة اللي قبلها. مطلوب السيرة الذاتية بتاعتك، مطلوب خطاب نية، مطلوب 2 خطابات توصية، مطلوب خطة بحث للماجستير والدكتوراه فقط. الناس اللي بتقدم ماجستير ودكتوراه لازم يتم توفير خطة بحث، تمام كده. وطبعا لو معاك أي شهادات إضافية مثل تطوع، كورسات أو هذه الأشياء، بتضيفها برضه. طيب، بالنسبة لموعد بداية التقديم للمنحة دي، المنحة دي لسه مبدأش ليها التقديم، هيبدأ ليها التقديم بعد 4 أيام، هيبدأ في 15 مارس، تمام كده؟ وبالنسبة لموعد انتهاء المنحة، هيكون في 15 أبريل 2021، يعني شهر فقط للتقديم. وبالنسبة لموعد بدء الدراسة في المنحة دي، هيكون في سبتمبر 2021. فياريت تحضروا بقى نفسكم من دلوقتي عشان تقدموا للمنحة دي.
كمان ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح مضمونه القبول في دوله الصين بنسبه 100%، خدمه التقديم بشكل احترافي على اي فرصه ومنحه انت عايزها، وخدمه تجهيز الاوراق عشان تستخدمها في التقديم بنفسك لاي فرصه ومنحه، وخدمه التقديم على الكورسات الاونلاين. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي جميع رابط الخدمات موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه واوضح لكم كافه التفاصيل كما هي في الاعلان الرسمي. وهنا الويب سايت الخاص بينا، هتلاقوا عليه فرص ومنح كتيره جدا، يا ريت بس تتصفحوها عشان تعرفوا على احدث المنح الدراسيه. بالنسبه للمنحه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هي منحه البنك الاسلامي بالتعاون مع الحكومه التركيه، وهتلاقوا كل التفاصيل هنا من حيث المرحله الدراسيه، الموجه للمنحه دي، الاوراق المطلوبه، المواعيد، التمويل، كل التفاصيل هتلاقوها هنا. تمام، وهنا الاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كافه التفاصيل برضو اللي انا قلتها. هتلاقوا الاعلان الرسمي في كل حاجه مذكور فيه ان تم التعاون بين البنك الاسلامي واداره المنحه التركيه لتوفير منحه لطلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. تمام، هنا الاعلان الرسمي. تمام، في كل حاجه، الراتب الشهري اللي بيتم توفيره للبكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، التفاصيل، المواعيد، بيبدا التقديم 15 مارس 15 ابريل بينتهي التقديم، كل التفاصيل هنا. اما بالنسبه للتقديم ان شاء الله، فالتقديم بيفتح فيه 15 مارس 2021، وان شاء الله بنعمل فيديو اخر عن كيفيه التقديم بالتفصيل لهذه المنحه. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه اللي احنا بنوفرها زي منح دراسيه مضمونه القبول في الصين، وخدمه تجهيز الاوراق، وخدمه التقديم على المنح الدراسيه، وخدمه التقديم على الكورسات، وروابط خدماتنا الاضافيه هنا. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.